مثلا أشير إلى قضية إلى الآن غائبة مع الأسف الشديد عن أطر الإعلام بالعراق بالذات. شوف، أكو فرق. العقل الغربي هو منتج المصطلحات وليس نحن، نحن متلقين. لذلك معرفة الجهاز المفاهيمي للمصطلح معرفة مهمة لدى البعض. قدموا أوروا أول ما ظهر أدنى الصحافة اللي هي البريس، يعني مصطلح البريس هي الصحافة المقروءة المكتوبة المطبوعة. لأنه أنت قلتي قبلها ما كان أكو شيء خارج نطاق هذا الجريدة المطبوعة المقروءة تطلب في كل مكان. الغرب نفسه إجا طلع مصطلح سماه الميديا. الميديا أصبحت البريس جزء من الميديا. العفو دكتور، صار الانفو ميديا، يدخل الاقتصاد ويدخل بالإعلام. لا أنا أحكي بس عن الميديا والبريس. الميديا هو اعتماد الرئيسي في الرسالة الإعلامية على الصورة وفلسفة الصورة، ولذلك أصبحت يعني تشمل الفضائيات، وسائل البرامج، التطبيقات الاجتماعية للتواصل، وأصبحت البريس أصبح جزء من هذا المصطلح الأكبر. إحنا إلى الآن مع الأسف الشديد حتى في كليات الإعلام عندنا يدرسون الإعلام على أساس أنه هو البريس. وهذا طبعا أنا من ناحية لأن أنا داخل به، أم اشتغلت في كليات الإعلام قليلة. ف الحصل الآن واللي أنا قلت له تقاطع وياك بي، كانت عندنا أسماء كبرى في الصحافة الآن الكل صحفي. ما أدري يعني، أتمنى لا أن لا هو حتى بحكم هو متفائل. شوف أنا فاحنا يسمينا أميل حبيبي مصطلح المتشائل، يعني بين متفائل ومتشائل. لا مو تعرف، أنا دائما أفكر يوميا، فكل ما أشوف ذولا كانوا نجوم عايشين ويانا بالبيت. هسه ما كنا نجوم، ما كنا يعني انترفيو طرد. شنو اليوم أنا كنت أتحدث عن هذا الموضوع، أقول هل هي هذا الموضوع قدري أم له أسباب؟ لا لو أن إذا سمحت لي أكو يعني أحس أنه أكو زمنين الآن في هاي فترة اللي عايش بها أنا 74 سنة. ما شاء الله أكو أكو زمن دا أسميه زمن العمالقة طبعاً، في الموسيقى، في الغناء، كل شيء، في الفنون التشكيلية، في الشعر، في الصحافة، في المسرح، في كل شيء زهوة، بحيث الأسماء لا زالت ترن طبعاً. الآن ما عاد هاي الأسماء، هذا هو قالها يعني الآن لا في الموسيقى أكو أسماء ولا في المركز ولا في الشعر ولا في أعذرني يعني هذا الشعر ولا في المسرح ولا في الممثلين ولا شنو هاي. هل هي قدرية؟ أقول لا، هذه إلها أسباب طبعاً أدت إلى هذا الانحدار بين القمم، هذه العمالقة أنا سميتهم العمالقة، ما هي هذه مفتعلة الأرض ثقافة أكو سبب. ثقافة بلد أكو سبب. العولمة أكيد. العولمة العولمة جزء منها، منحة آخر بيها مشاكل هواية، بيها مشاكل يعني، بس بالتالي هي أيضا قلت لك قبل شوية الحياة لازم تتغير يعني جزء منها، بس من اللي يقدر طيب هو أكو عبارة الغاندي، عبارة جميلة، يقول أهلا بالتغيير، شريطة لا يقتلع سقف بيتي ما يأخذني، لذلك واحدة من مبادئ العولمة مريد النظر ولا يفتح مالك يعني المدينة. أنا حتى سقف بيتي بالنسبة لي يعني لها دلالة أخرى بالنسبة لي، أنه أنا مرحبا كل إحنا ننشد تغيير، بس سقف البيت هي القيم التي تحكم مجتمع ما في مكان ما. الآن إحنا تتزحزح أدنى منظومة القيم التي عليها هجمة أجندة غربية من خلال العولمة، من خلال الإعلام وقدرته على بث أو استثمار الفنون لبث كثير من الثقافات أو لتدفيه الثقافة لزرع قيم وعادات أخرى.
إذا هذا الهبوط اللي أنا قلت ليس قدري أسباب كثيرة، سياسية، اجتماعية، خارجية، أجندات خارجية تشتغل، وهذا هو بسبب السياسي اللي يوجد، وأحيانا نفسي وأحيانا اقتصادي، يعني كثير من الأسباب تؤدي إلى غياب زمن النجوم.